الحقيقه احنا اتعودنا بقى لنا فتره ان الجامعه العربيه منصه للشجب والادانه. اوكي. فقط وربما الظروف اللي جاء فيها السيد نبيل العربي وطبيعه من زكاه ويعني السيناريو اللي جاء فيه خلى يبقى كل شغله مرتبط بالازمات العربيه الراهنه وخاصه الازمه السوريه والازمه الليبيه. وكان بيحل الحقيقه برضه جزء من المشاكل اللي عملها السيد عمرو موسى في الازمه الليبيه، وكلنا عارفين الدور العظيم اللي قام بيه. لكن اعتقد انه السيد احمد ابو الغيط، وده وزير خارجيه مصر الاسبق وعارف الملفات المصريه كلها، ويعرف ازاي انه ممكن كتله زي الجامعه العربيه، كتله سياسيه لها تاثيرها زي الجامعه العربيه، لو تدخلت في موضوع الامن المائي بعامه وموضوع اثيوبيا ممكن يكون لها تاثير وضغط على قوى دوليه اخرى قد تكون لها دور في دعم عمليه بناء سد النهضه. صحيح. انا تصوري ان هو هيكون من بين الاجنده، اجنده الموضوعات، هو السيد احمد ابو الغيط اول حاجه هيعملها هيزور قطر عشان يزيل سوء الفهم المزعوم اللي اعلنوا عنه، ثم بعد انا مش فاهم سوء الفهم ده كان ايه. أنا عارفة أن قطر رفضت وقالت نأجل الانتخابات لمدة شهر، والسودان عززت هذا الطلب، وبالعكس كمان كانت عايزة تقدم أمين عام من عندها من السودان. هو إيه سوء التفاهم اللي ما بين قطر أحمد أبو الغيط يتميز بأنه وزير وطني، كان وزير وطنيا قويا لا يتلاعب بالكلمات. ده حقيقي. يعني عندما حدثت الأزمة بتاعة عبور عدد من يعني التعيين لحماس الحدود، كان حاسما وقال هنقطع رجل اللي يعدي. ده حقيقي. لما كان في ازمه مع ليبيا رد بعنف. فيبدو ان العالم العربي يريد من يتلاعب بالكلمات ولا يريد من يحسم الامور. ويعني ده كانت نظره استباقيه، اذا كان هو وزير خارجيه بهذا الشكل، طب لما هيجي لنا امين جامعه عربيه هيعمل ايه؟ يعني هو خوف من ان هذا الحسم ينتقل للجامعه العربيه، وهو البعض يريد من امين الجامعه العربيه ان هو يطلع يقرا بيانات معدة سلفا ترضي مصالح الكبار فقط. لا، انا شايف ان هو يعني فاهم الامن القومي العربي، من يقرا كتابه الاخير يحس ان راجل فاهم الخريطه العربيه، دي حقيقة، حطتها في الخريطه الدوليه. واعتقد انه الامن المائي العربي بكل ابعاده هيكون على اجندته. واعتقد انه من ضمن زياراته القادمه ستكون اثيوبيا، انه عارف الملف، اشتغل في الملف. ده حقيقي. عندما كان وزير الخارجيه. طيب قال الدكتور